السلام عليكم. اليوم راح الولاية تاع تيارت اللي نقف على المشروع نتاع المؤسسة الاستشفائية الجديدة المتخصصة في الطب الاستعجالي والجراحي على مستوى بلدة المهدية بولاية إذن تيارت. نترككم تتابعون هذه إذن الصور حول هذا المشروع اللي انتهى، يعني راح تقريبا 100% وفي انتظار إذن التجهيز نتاعو ووضعه حيز الخدمة على غرار عدة مستشفيات، يعني مؤسسات استشفائية بهذه يعني الوظيفة نتاع الطب الاستعجالي الجراحي، راهي يعني قيد الإنجاز في عدة بلديات والدوائر في عدة ولايات من الوطن. هذا أمر جيد، وإن شاء الله نصل إلى يعني الخدمة العمومية اللي تكون عند حسن ظن المواطن الجزائري. هذا هو. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.